السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. البارحة حطيت الله يحفظكم في الخيمة هاللي خالية مسوينها، بخيمة هي كانت طبيلة طبيلة، وسويت عليها حياب من هالجرين، والبارحة هذا كمرناها مرة حسب البرد، كملنا الطرف هذا كامل ها على ما تشوفون كملناه كاها. هاي طبيعي الجراج عادي ها. عمار وما صار انزل كاميرا مني ام محمد بيلسه على ما تشوفون اليلسه اليلسه الفنانه. المهم ابطيت البارحه واصبحت اليوم الصبح ابوي مدنخر، رقدت ابوي لين الضحى العالي يا صلاح، وسار ما لحقت عليه، كان قال لي بيرد حساب الحلاق وبي، والفلفل البارد خليتها هو بيموت على زين، هو يتحرى عمر متوه ويا الفلفل البارد. ها ايش عندك؟ السلام عليكم. عليك السلام. شو اريد غدا اليوم؟ اليوم انا ما اريد، انت تحيدني انا يوم اريد الغداء قبلها بيوم اخبرك شو اريد غداء. طالع البيت، البيت شو بتسوي لهم اليوم؟ بطاطا العيش. تحت العيش تونه. زين بارك الله فيك. زين انا اليوم غداي بتغدى في شو اسمها هي في وين؟ في غمض 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 قرب ناهل اظن اسمها غمض، هناك بتغدى وفي مزرعه اللي خبرناكم البارحه عن موضوع تابع حق شركه جنان يعني، وبيكونوا عدة مزارعين من اللي اشتركوا في ال... شو تبع حين انت حين؟ انا في كلام في ثاني. بعد كلام ثاني؟ ايوه. شو كلام ثاني؟ كلامك كلام ثاني؟ ايوه. يعني ما يقدر اسوي فيديو؟ لا ما يقدر اسوي فيديو. حاضرين؟ حاضرين؟ يلا. اليوم يوم الحين شي سناب. اليوم اليوم الحين اليوم في سناب. يوم يوم الحين في سناب. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ها تعال تعال وين يا حصلان انت؟ عليكم السلام. يلا سيروا. والله انا اتحرى بيننا سيد سار ابو يسيد برا بيندحك. حصلان حصلان ودنك ريال ويابت انك حرمه، ودنك ريال ويابت شيخ. انت ابوي، انت ابوي معزب. وين سلام عليكم؟ وين الحبة؟ وين صباح الخير؟ باقل. وين صباح الخير؟ وين؟ باقل. طريفني طب الله تدني. كيف حالك صلاح؟ تمام. كل شيء زين؟ وين صرت؟ وين جيت؟ حلات. الحلات؟ يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام يا صلاح يا سلام. يا الزلق هذا بخير بعد كود بعد كود. انزين شو اخبار دي توص حار بعد ما تشربك. يا ما ترم ترى بس عدالي شو السبب يصير هناك؟ ليش يعني بخرب عليك انا؟ شو ليش تصير هناك تكلم؟ بس ليش بس؟ منو تكلم انت حينه؟ مريم. منو؟ مريم. مريم في دبي. الله. زين تقول لك صلاح ولا تقول لك عمي؟ لا الحين مريم يوم ترمس تقول لك عمي ولا تقول لك صلاح؟ عمي. عمي هي حبيبي. ديت ما اسمعك. اذا خلص دروس قالت لك يوم بتخلص الدروس تعال. ايه. ان شاء الله حبيبي. نحن ترى خلصنا من هالدكتور. دكتور شو قال لكم الدكتور حسين؟ الدكتور ترى ابوي اللي في بارجيل سووا على صلاح كشفيه وخلصوا، وقالوا ابوي يرومون يرتبون لفتش، لكن يتريون الحين ثقه تطلع زين، فلذلك الله يحفظكم الحين يتريون لموافقه مال الثقه. من تجينا موافقه مال الثقه بارجيل قالوا نحن ابوي مستعدين اليوم قبل باكر. زين صلاح من يجي ان شاء الله صلاح على الموافقه بنخليك تسوي الدروس، بيسويك ترى بنج كامل. ايوه هذا هي ترقد رقده دنخر خر خر خر. انزين
وين الفلفل بارد مالي انا؟ لا في لا خيار هذا وبعد بارد صلاح زين عافية. ضحكتيني. زين شو البوتاجي يجيك للبكر بعده؟ بدال شو البوتاجي يعني هذا لما يرجع ياخذ خياره؟ هذا في جربه من البيت. ها حلوه صلاح؟ انا احبها هاي سامريه. ايش رايك؟ ليه خلاص ليه؟ شغل لك اياها بتليفونك؟ إيه؟ بعد صلاح منو هذه شو اسمها؟ بدع لا بطه 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 اي بطه مستغله. ها يو ورك بفور وير السعوديه؟ سير يو ورك السعودي؟ نو سير ان ماليزيا سير ماليزيا قولي لي يا رجال الله يلا سير تعرف ايش يقولوا صلاح؟ يا الله من حجر اللي محبين واكوده هم سامري هالكويت. صلاح هم السامري الاولي قديم والله اي جديد بعد تبايد؟ ما يعيبك انت صلاح؟ ما يعيبك؟ صلاح هذا فنان حبيبي انا يعيبني. الله كريم يا صلاح احنا ما قلنا غير الله كريم. صلاح مكتشف. شو؟ أنا بسير حبيبي برجع ما بتأخر. أنت بتي العصر ولا؟ إيه إيه. بالعصر قبل المغرب شوية أنا من أي برقد شوية. شوية إذا. على هواك سلم عليها حبيبي. أشوف طاقم اليوم صلاح بني لايت وبني فاتح. يا سلام. وين هالكندورة؟ نسيت أول. مال العام هايل؟ أمس فصلتوا كنادير ولا؟ عند الخياط. متى بين سبن؟ يا الكذب شو ما تعرف؟ انت ما تعرف. يقول لك مطبيع مطبيع يا الله يحفظكم ما يودر طبعه وليه في داء ما يسلاه الحين هنا ناس من متى من صباح الله خير ورامسين وياكم لين هذا منه موعدي في غمض الساعة 12 بالضبط والحين 11 ونص بعدني ما وصلت حتى دوار سويحان دوار المطار اصلا في الشوامخ انا الحين ما ادري ايش اللي يخليني اتسحب تدرون هذا شمنه هذا كله من السناب كله من السناب يخرك ويخليك ما تتحرك وصلاح سناب وصلاح هذا هاي الحين سويات اللي مشكله هنا من اجلس وياهم ولا عندهم ابطيت ابوي ونسيت عمري ونسيت الهست كله والحين الجماعه كلهم كذي وصلوا وانا بعدني اتسحب وحدوها انت سبب سيارتي غمض يا الله يحفظكم شيء مزرعة من المزارع اللي استوى فيها المشروع اللي هو مال حظيرة الدواجن لتربية الدواجن واليوم عاده وقت يعني يا وقت الانتاج فحين مجتمعين ملاك المزارع اللي بيشتركون مع شركة جنان اللي هم بيلقون نظرة على طريقة اللي مثلا جايبين الدكاترة والمهندسين وتبع التربية وتبع يعني كل شيء يخص
شركة جنان في موضوع المشروع الجديد هذا اللي هو إنتاج الدواجن محليا في مزارع المواطنين، كل ما يختص في أي سؤال أو جواب موجود الحين مكاني أنا ساير اللي هو في غمض. فاليوم بيكون وقت الإنتاج، المزرعة هذه مأخوذ منها مكان ومسوينه كارب جاهزين الحظيرة من مدة طويلة، والحين عاد وقت الإنتاج. فالمزارعين الملاك المزارع قالوا بنصير أبوي نحن نطالع المشروع على العين في عيوننا، الإنسان عينه ميزانه، فبيصيروا طالعون وبيجتمعون مع الدكاترة ومؤسسين الشركة والملاك والمزارعين، ويابين حتى شيف طباخ بيطبخ من الدياي حي أجزاء بينذبح وبينطبخ، وهذا كله قدامكم إن شاء الله. واللي عنده سؤال ولا علم ولا خبر من المزارعين هنا من أوصل أصور لكم الهس أوصل أول ولاحتين على كل شيء. يلا الله يحفظ مشروعي، يلا الله يحفظكم اللي أنا أتكلم عنه واللي تتكلم عن الصحف والجرائد والعالم والمزارعين والملاك والناس كلها فرحانة عسب موضوع هذا، يرمي إلى أنك أنت تربي الدواجن عندك داخل مزرعك وقدام عينك، لكن طريقة نمو الدواجن نمو طبيعي، نمو طبيعي. شرات الدياي دياي الدار، يعني شو اللي يخلي العرب حين الناس تبغض الدياي؟ الناس زايغة ومتروعة من الهرمونات والأسقام، طريقة التغذية وطريقة اللقاحات والشنتار والسقم هالي يتحط يستعمل ومباح يعني بترخيص، يا غير في كل الأحوال مش صحي، أو ينصح بالابتعاد عن أي شيء يستعمل فيه، وإنها تنمو في بيئة طبيعية مش بيئة مغلفة مسكرة شبرة ومحكوم عليها ولا بسلطن عليها كشافات يسرطن 24 ساعة عسب ينتبخن ويعطن وزن وللبيع. يعني القصد من كل التجارة، اللي القصد من كل التجارة هذا بوي سقم ريج، سقم ريج الله يعز النعمة. انزين وكل مزارع من هالمزارعين الملاك يعني اللي بيتفقون ويا جنان، اللي اتفقوا ويا جنان اوريدي شنس اتفقوا يعني هابوي حريتهم على هواهم، بغوا يبون العمالة من اي بلد كان، من اي بلاد تكون هم حرار على هواهم، يجيبون واحد يا ابو اثنين على لكن كل الموضوع الحظيرة كاملة ما تبلى موظف واحد، فقط عامل واحد هندي بنغالي من اي بلد كان، وسهل انه يتعلم لان كل شيء كهرباء وكل شيء اوتوماتيك، ما تتدخل اليد البشرية في ابدا، بس من برا كله بفصوص وكله بتقم، ما شيء اي عبالة، حتى الياهل يعرف يدير الحظيرة هذه لان شيء بسيط، الاسم اوتوماتيك يغير ولا هو شيء بسيط. الشركة يعني الله يحفظكم شركة جنان بتقوم بتدريب العمالة اللي موجودة عند المواطن، إن كان نفر ولا نفرين ولا ثلاثة، لكن كل حظيرة، الحظيرة الوحدة في المزرعة ما تبلى شخص واحد ما يزيد، لازم اللي من غير عاد البطران والفسكان عاد على هوا يسوي اللي يبا. أصل الطير اللي هو الدياي اللي بتربيه اللي بيربونه المزارعين في مزارعهم هذا غير موجود في الدولة، غير موجود في الدولة، وهذا مقاوم ضاري على الحرارة وينمو ويعطي الوزن المطلوب من 7 إلى 9 أسابيع، من 7 أسابيع إلى 9 أسابيع يعطيك الوزن اللي مطلوب بدون هرمونات بدون تغذية غريبة بدون يرقد ويأكل ويشرب في المزرعة. لكن اللي يفرق النوع هذا من غيره نوعية الطير، هذا نوعه، فلذلك يسوي طعم لحم، الانتاج اللحم ماله يختلف عن كل لحم طير في الدنيا العودة. وايد مهم النوع هذا ان الناس تتداوله وتفنده عن غيره. شو السبب؟ اولا على فكرة ما بيكون رخيص،
حتى في بيع في السوبر يعني بيكون اغلى عن الموجود حاليا، هذا اللي كله هرمونات اغلى عنه، يا غير اصح ونسبة الدهون اقل. وايد علوم الها اول ما لها اخر، من متى وانا حيل اكثر من اسبوعين ثلاثة وانا بين فترة ثلاثة، يا غير ما اقول انا ساي المكان الفلاني وياي المكان كذا اجتماع وكذا يلس وكذا رمس وكذا ورقة اللي قريته وفي كتيبات كل موجود. يا غير هذا انا بكون وياكم لمدة 14 يوم لو اسبوعين، وما كان الموضوع هذا ضروري والله يا ابوكم ما افتكرت ولا اهتميت. يا غير انا يهمني مصلحة هل بمزارع غمضني ثلثين ربعنا مزارعهم شي محطوطات وقف وقف في حب الله، لا شغل ولا ضمنه، واللي منهم انتج مسوي شطارة مسوي عمره بالعريف وانتج لا عنده طريقة التسويق ولا عنده طريقة الحفاظ ولا عنده طريقة العلاج ولا طريقة حاطين في بالهم بس ينفخون الدياي ويكثر ويبتاع. ليش ما يتسوق؟ شو السبب؟ سوء التسويق، لان المنتج مش جيد. لازم المنتج يكون جيد عشان تقدر تسوي له تسويق، الناس تطعم، الناس بعد ما بدبش تعالوا وعقف بطونها ما يستوي، الناس تطعم تعرف العدل من المايل، تعرف ان هذا شيء زين شيء صح. الاول الناس ابوي بطونها كل واحد تحرى درام تعالوا لايم فيه، حين لا كل شيء ابوي الناس تعرف، تعرف حين الصغيرون اللي توه ظاهر مستوي يعرف يختن ابليس ويداوي ما يخلي شيء ما يعرفه. فلذاك الاول الناس ابوي تبع اي شيء وعقته ببطونها، الحين لا تتنقى وتتخير. والمعروض اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الدنيا ريخة حينه. فلذاك لازم يتنقى شيء زين حقه وحق لهالبيت والعماله، لانك مثل ما بتاكل شيء طيب بتطعم حتى عمارك شيء طيب، هذا كملك من الاجر. الدنيا كلها امراض واعواق ويهاد، الناس يبوك عيزة الحكومة وهي تعالج، عيزة الدنيا سفر وسفر 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 وسفر، لا والله التقة تبقى ان شاء الله حادمة. تعرفوا ان في المزارع العادية حاليا، المزارع اي مزرعة، مزرعة دواجن موجودة في البلاد ولا غير البلاد، ان تدرون في المتر المربع الواحد كم طير يلوي في هالمتر؟ 20 طير في متر، 20 طير، وكل طير تفرض نفترض وزنه كيلو، عباس على دباس ما يرومن يتنسخن. فلذلك يغدي لحمهن عضلهن ريحتن كل منهج. الطيور اللي نحن الحين نرمس عن الشركة هاي وطريقة تربيتهن 12 طير في المتر، 12 طير في المتر، فرق بين انك تربي 20 طير في متر و12 طير في متر، فرق السماء على الارض. هذا اولا. ثانيا انك انت تحكر الطير في محكر ويصرط وعقب 10 ايام تذبحه في 2 كيلو، فرق من انك انت تطعم طير وياكل روحه شبعت ويرقد وينش ويمشي في حل في حدي في الحوي في المزرعه روحه يتجول، مش ان محكور ياكل ويرمي لحم وشحم وتعال انت تذبح عقب 10 ايام. سحر هو ما بسحر، هو ما بسحر ابوي. كلم العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له. يوم انت الحين بتحط لك بيضه وعقب 10 ايام استوى الدجاج كبر راسك وتعالوا لايم، والله سالفه هذا السحر، هذا اللي الحين حاصل. لكن الحين اللي نرمس عنه ياخذ من 7 إلى 9 أسابيع، من 9 أسابيع لين ينمو. اللي موجود حاليا 10 أيام 15 يوم اذبح 2 كيلو. انا ابوه سحر هو ما بسحر، كن فيكون. فهالاساس شو السبب ترتفع قيمة المنتج هذا؟ يسمونه فري رينج، لان مساحة كبيرة ضعف الحظيرة هاي كلها للدياي يول ويتفسح ويتمشى وينفح عن عمره. فلذلك شرات البنادم، البنادم بتحطه في محكر ولا طير في محكر ولا دابشة في محكر، ما تغدي بخير. وين بتيها بخير؟ وين بيها الخير ولا وين بتيها العافية؟ قال انفخ يا شريم، قال ما مش برطم، يوم ما شي برطم
وين بدي العافيه ولا علته في بطني وين بدي العافيه ما شيء ترى السبل محكوره محكور الطير في مكان واحد ما شيء مهر الا الصراط فلذلك انتفخ يجي لي يا رب ارحم هذا اولا ثانيا ناهيك هو عن المضادات الحيويه اللي يزجونها الطيور هالمزارع اللي مغير الحين انت روحك بتدير عمرك بتدير سامانك روحك يا المزارع وحلالك روحك شوف عينك بيون بيعطونك الارشادات بيعطونك كل شيء طريقه والعلم والخبر وانت ما يخصك لذلك بتطمن لانك انت هذا مربنا روحك منتج مربنا بتبيع منه ودخل كامل عندك سنوي 140,000 من طرف مزرعك هذا الدعم دعم من الناس اللي الله مسخرنها للمواطنين مش ربحية لا ربحية عندهم ابوي مشاريع تفوق المليار يبون مساعدة المواطنين لانهم هم مواطنين ومروا في هالظرف قبل وخطفت عليهم ظروف يقي رب العالمين الحمد لله من اسعى اي نعم قال ابوي بدال ترى هو متعارف عليه ان الخير يخص والشر يعم قالوا لي يا ابوي نحن ابوي مثل ما بدنا الخير نحن بنخلي بد الخير ابوي بنعمنا وجماعتنا وكل انسان ملاك المزارع اللي في ابو ظبي لازم يبدهم شو السبب يا ساتر المزارع اللي وقف يعني معقول لا والله في كل مزرعة أبوي كل إنسان يقدر يسوي له شيء ويدخل عليه دخل دائم ما بدخل شبه داهم والعقد 5 سنوات لا بشهر ولا بسنة ولا بسنتين 5 سنوات متتالية شيء طبيعي كالعادة آخر واحد يوصل أبوي في المجموعة هنا جيتوا لأن الجماعة كلهم أبوي داخل مزرعة عادية بالعكس كانت المزرعة هذه مهملة وحاليا استوى فيها المشروع وجهز وابتدى حينه هاي صوم عمات اللكن مالها مزرعة عادية ما في أي شيء ما في أي شيء كل شيء فيها طبيعي ما في أي شيء ما فيها شيء زيادة يعني ما في صريمات شرق وغرب وكانت مهملة جت الفكرة وسوى أبوي اشتركوا وياهم وكانت هي أول مزرعة في اشتركوا وحينه مجتمعين الجماعة كلهم في الخيمة هذه المزارعين اللي جايين يطلعون المشروع ويبتدون الكلام وانا حين اخر واحد بدخله اخر واحد واصل انا كنا نقول الفكرة ونعرض بعض الصور والتصاميم اليوم الحمد لله تزرعون في المزرعة وتشوفون شيء واقع تشوفون الانتاج وتشوفون البيوت اللي كنا نتكلم عنها وتشوفون الاعمار اللي وصلنا لها ان شاء الله في سيان راح تذوقون المنتج باذن الله وتشوفون الطعم اللي كنا نتكلم عنه في سيان العام الماضي نبدا بحديثنا في البدايه عن شركتنا وفكره المشروع هذا نحن كشركه بدينا في 2005 برنامج توريد الاعلام، نحن شركاء استراتيجيين لحكومه ابو ظبي. وندعم ملف الامن الغذائي لحكومه ابو ظبي والدوله بشكل عام والمنطقه. فكانت اغلب استثماراتنا خارج الدوله. استثمرت شركه جنان في امريكا لدعم برنامج بشكل رئيسي لدعم برنامج الاعلام. اليوم الاعلام اللي تشوفونها بنقاط التوزيع جزء كبير منها من شركه جنان مورد من أراضي زراعية لشركة جنان. بعد مرور 10 سنين أصحاب الشركة قالوا نحن الحين اكتسبنا خبرات كبيرة خارج البلد وصار عندنا خبرة في أمور كثيرة تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية يجب أن نفيد المواطنين المقيمين في دولة الإمارات بالأخص في إمارة أبو ظبي بالخبرة هذه فشفنا أفضل مشروع أول مشروع تقوم به شركة جنان موضوع مشروع الدواجن فري رينج وكان صدقوني يا أخواني كان بإمكاننا بكل بساطة أن نحن ناخذ أراضي خاصة لنا ونسوي المشروع واحد وبيكون بربحية أعلى لكن كانوا أصحاب الشركة من هذه الحلقة جزء من هذا المشروع ومش جزء
بشكل اني انا استاجر اليوم الارض من المواطن وابني عليها، لا، مع ان هذا الموضوع بعد سهل. لا، جزء ان المواطن يكون معاي في التربيه، معاي في النجاح، نجاحي من نجاحه. يكون منظومه الشركه معتمده على المزارع، وهذا نهج يعني تعلمناه من الشيخ زايد الله يرحمه وطيب خاطره. خلى المنطقه هاي تتعلم الزراعه وهي مش منطقه زراعيه، او مش ناس يعني عندهم تاريخ في الزراعه، لكن اجتهدوا الناس واشتغلوا، وكان هذا اللي يبغاه الله يرحمه الشيخ زايد. وهذا اللي علمنا اياه، ونحن اليوم هذا اللي نبغاه، نبغى المواطنين 265 اللي هم في المرحله الاولى معانا يتعلمون الطريقه هذه من الانتاج، ونحن ان شاء الله ننجحهم في هذا البرنامج. الحين باختصار نروح للانتاج اللي هي اول بيت بنيناه. المشروع هذا نحن عارفين وضع المزارعين في اماره ابو ظبي المربين للدواجن، وعارفين المخاطر اللي قاعدين يخوضون فيها. فنحن ماخذين كل الاشياء هذه في عين الاعتبار. اليوم نحن اللي نطلبه من المزارع انه يبني البيت. تكون عنده مزرعه في اماره ابو ظبي. يبني البيت، وحتى بنيان البيت نحن راح نقوم فيه عشان نتاكد ان البيت على المواصفات المطلوبه وتحت اشرافنا. وهذا مو يعني شغل نحن ندور من وراء ربحيه، لا، ضمان ان البيت على المواصفات المطلوبه. وقاعدين باذن الله نشوف لكم حلول مع خليفه فان ومع بنوك ثانيين عشان يمولوا لكم البيت هذا. ان شاء الله نوصل لنتيجه معاها وبنعلمها. الصيصان، الاعلام، الدعم الفني، واستلام الطيور عليك شيء الا تمشي على البرنامج اللي احنا حاطين لك اياه. تحط عامل، تدفع فاتوره الماء والكهرباء، والباقي كله عليك. فيصير المزارع تركيزه الرئيسي فقط في التربيه وفي متابعه البيت، اما السوق ارتفع نزل هذا علينا. نوقع كونتراكت 5 سنوات مع المزارع. اذا مشى على الموديل اللي نحن متكلمين فيه يطلع له 140,000 صافي ربح افريج. ممكن يكون اكثر اذا كان المزارع شاطر، بس نحن حسبنا الافريج المعدل يطلع له 140,000 من المساحه هاي اللي شفتوها. يعني المزارع ممكن يزرع نخل، يستفيد من المساحه الثانيه من المزرعه، هاي المساحه بس بتدخل له 140,000 صافي ربح. بالسنة كاملة. احنا مو مسوينا دعم، مع ان المواطن يستاهل الدعم، لكن نحن نبى المشروع هذا ما يكمل سنة وسنتين ويوقف، يستمر عشرات السنين. هدفنا ان شاء الله نوصل 1000 مزارع بعد 5 سنين، بعد 10 سنين. هذا اليوم المنتج ما راح يخرب على المنتجين اخواننا المواطنين في الدواجن، لا، هذا منتج مختلف، هذا الفري رينج منتج بريميوم كواليتي مختلف مش موجود عندنا اليوم. اللي موجود في السوق هو عباره عن استيراد باسعار غاليه جدا. انا راوني الشباب اسعار يعني يتكلمون عن 90 120 درهم، 150 درهم من الدياي الوحده موجود في المتاجر هني، مستورد بسعر غالي. نحن لا، ويكون باسعار معقوله للناس، ومش بس للناس اصحاب الدخل العالي، لا، اصحاب الدخل المتوسط يقدرون يشترون هذا المنتج. منتج صحي في فائده، الدكتور بيدخل في تفاصيل اكثر الحين ان شاء الله وبيشرح لكم. ونحن اليوم بعد الزياره هذه ندعوكم تكررون زياره ثانيه في سياره، تشوفون تذوقون المنتج على الطبق، وتسالون من 12/12 الى 14/12 معرض سيال، وشركه جنان ماخذه ستاند ضخم يستوعب اعداد كبيره، وتزورونا وتشرفونا مره ثانيه. ونحن نعتذر في مزارعين كثر، يمكن الحد اللي يصور الحين وهذا وتنتشر الفيديوهات يقولون ما دعيتونا، يعني ما نقدر، المكان مثل ما انتم شايفين ما يستوعب عدد كبير، لكن قلنا عينه من المزارعين ان شاء الله تمثل الناس اللي ما حضروا، والناس اللي ما حضروا اليوم ان شاء الله بيشرفونا في سيال. بني على اساس انتاج لحوم دواجن عاليه الجوده للسوق الاماراتي.
الدجاج هذا يتميز حيث النوعية عن الدجاج التجاري التقليدي، وأنه لا يتناول أي مضاد حيوي أو أي أدوية خلال فترة الدم. هذا الدجاج اللي أمامي الآن لم يعطى أي مضاد حيوي، لم يعطى أي دواء، ويعطى فقط علف ومي ولقاح. اللقاح حسب الجدول الزمني المرسوم للقاحات الموصى بها قبل الأجهزة البيطرية في الدم، يعني أن نوعية اللحمة راح تكون خالية من متبقيات الأدوية والمضادات الحيوية، واللي أكثر المشاكل الآن اللي الناس عندهم حساسية من الأجواء والغبار والطلع هي جاية من استخدام هذا النوع من ولا هرمونات ولا بروتين حيواني ولا هذا هو. ثانيا، تفرق عن الدجاج التقليدي وهي أبطا نموا، نعم، وبطء النمو هذا أيضا يعود للفائدة، قلل أولا نسبة النفور، نسبة الوفيات، يقللها في المعدل العام، يعني يمكن لا تتجاوز. اللحمة التقليدية، الدواجن التقليدية سريعة النمو طبعا، ولكن في مع سرعة النمو تواكبها زيادة كمية الدهن المترسبة في الجسم. والآن يعني الآن الناس تتحوط صحيا من زيادة نسبة الدهون في اللحم، هذا ما يكتنز ولا يرسب شحوم داخل البطن أو تحت الجلد لأكثر من سبب. السبب الأول هو أنه هذا إذا راح نشوفه وسأل شفناه حتى حركة ويطير ويلعب ويمشي، فهذه الحركة هي كافية لأن تستهلك الدهون إن كانت فاهمة. هذا هو. ثانيا، كوراثيا العروق البطيئة النمو يكون قدرتها على الترسبات الدهنية أكثر، هذا أولا. ثانيا، إحنا من نجعل الطير يمارس السلوك الطبيعي، يطلع يتحرك حركة كافية، يشوف الضوء الطبيعي، يتنفس الهواء الطبيعي، هذه بحد ذاتها كافية إلى أن تحسن الحالة العامة للطير وتحسن إبطاء فترة النمو مدها إلى 50 يوم أو إلى 50 يوم أو حدود 50 يوم أو أكثر قليل. هذا يعطي فرصة للطير لأن يكتنز خواص النكهة الحقيقية زمان دجاج البلدي نسميه، وراح نجي شنو ميزة هذا عن الدجاج البلدي. بس هنتكلم عن ميزة هذا النوع عن الدجاج التقليدي التجاري. المسألة اللحمة مختلفة، قوام اللحم مختلفة. إذا نجيب نذبح دجاجة بوزن واحد تقليدية ودجاجنا هذا ونعطيهم نفس النار أو نزيد النار شوي فترة الطبخ نزيدها، هذه تبقى لحمة صامدة، بينما ذاك تشوفها تتروح تفتفت. فهذه يعني من ميزات اللحم وصفات الطبخية في اللحم، إضافة إلى قلنا قد سائل يسأل يقول لك طيب انت ما سوي الشيء، كان في عند الدجاج البلدي ودجاج العرب وكذا ونفس الشيء. نعم، دجاج العرب 120 يوم يا لو تلحق تذبح، لو ما تلحق تلقي 8 كيلو علف لو اكثر، اذا ما يصلح دجاج. هذا هو. ثانيا، دجاج العرب هذا جلد خفيف، وأيضا يختلف اختلاف في الهيكل العظمي، إذا هذا العرق أو هذا النوع من الطريقة هو اكتسب الخواص الجيدة في الدجاج العرب
ربي بالتربية المنزلية، واكتسب وتميز عن الدجاج التجاري. يعني هذا الحقيقة باختصار، ما يحتاج طبعا، أتمنى أنت حتى تهدف إلى الربح تحتاج إدارة، يعني مثل ما نقول إدارة يعني ومتابعة دقيقة. بالنسبة للجانب الفني، هذا جنان هي راح تتولى فيه، تشرف عليه من تحضير الحظيرة، من تتأكد من التعقيم أو هي راح تحقق، بس رفع الفضلات لا، يعني المزارع، لأن هذا راح يبيع فضلات تباع الطن ب 200 درهم في خلو الحظائر من أي قسم حبات مرضية. يعني نفحص فحص مختبري ونقول أنه ما فيها أي مسبب مرضي ونمطي التهمة. فالجانب الفني هذا راح يكون علينا. المعدات الموجودة هي معدات مثل ما تستخدمها في التقليدي، ونفس نظام توزيع العلف، نفس المشارب، نفس التبريد، نفس الغير، هو فقط الإضافة الموجودة هو الحوش الخارجي. الحوش الخارجي اللي يعني نربي فيه حقيقة هو النظام، حتى أكون يعني أيضا واضح وصريح، أبو عامر خلط رحنا شفنا زيارة في فرنسا على نفس هذا الموضوع، كان الجو المساحات طليقة مفتوحة، فإحنا ما نقدر نعملها مفتوحة. في المناطق الباردة أيضا ما يقدروا يعملوها مفتوحة بسبب انخفاض حرارة، يعملوا أيضا شغلات مختلفة. فإحنا حتى نتماشى مع ظروفنا الجوية بالأخص في فترة الصيف، يعني عملنا هذا النظام، والحمد لله التباشير الأولية تشير على أن النظام يعني ناجح وما كما هو مخطط له. يعني للأسف بالصباح تقريبا نسبة كبيرة أغلب الدجاج يطلع برا بالمسر في ساعات الصباح الباكر، بعد 10 يبدي يسحب تدريجيا. احنا نريد منه اذا قدرنا نحصل هذا النوع من السلاله او النوع هذا من الدواجن، مو بشيء جديد، هذا موجود في اوروبا وفي امريكا فري رينج، وتقريبا يعني الاحصائيات اللي عندنا تقول ان 20% من الدول هذه اللي ذكرناها استهلاكهم من الفري رينج، لكن النسبه اقل عندنا نحن في الامارات اللي ما عندنا نسبه يعني تكاد لا تذكر. فهاي النوع من التربية والنوع هذه من السلالات موجودة، مو بشيء جديد نحن جايبينه، عالميا معترف فيها، في كل دولة لهم سيرتيفيكت خاص للفري رينج، ووصلوا تقريبا 20% استهلاك وتجاوزوا 20% في اوروبا. تعقيبا على ملاحظة ابو عامر ان شاء الله خير، نعم هو في العالم هذا ليس يعني موجود في العالم، والان التوجه العالمي نحو الدواجن بطيئة النمو، تذبح 3 ملايين طير، مليون منها بطيئة النمو، مليون للسوق المحلي. السوق أسواق، الأسواق في أسواق معينة تمنع عرض الدجاج الطبيعي للتربية التقليدية للتصدير أو لفئة معينة من الناس. هذه أولا، لكن في أنظمة متعددة في العالم وفي تسميات مختلفة وفي درجات أيضا، في هولندا يكون 3 درجات، يعني مثل هذا يعني يعتبر درجة تقدر تقول عليها على درجة لازم. النقطة الثانية اللي نبهني بها حمد الله يرضى الله يخلف عليه، هذا الدجاج ما معدل وراثية، دجاج طبيعي 100%، أباء معروفين للأخوان الفنيين وأباءه رود آيلاندرين بالنسبة لنمو أكثر تحويل غذائي، هذا كانوا يستخدمون الباكيارد في أمريكا ولا زال، بس طبعا صارت عليه تحسينات وتطويرات وهذه الماية، فهو دجاج طبيعي، طبيعي أصلا، طبيعي غذاء، طبيعي تربية. ننتقل إلى نزور البيت داخل تشوفون التربية موجود، التعديل بيكون في الفري رينج.
بنشوف اول شيء نشوف البيت اللي عند المزارع. في بعض المزارعين يقول لك انا عندي البيت وابى احوله على نظامكم، نسوي تقييم على البيت ماله، نشوف الملاحظات اذا كان محتاج اي تعديل ونعدل عليه، ونسوي الحوش اللي هو اللي يسمح الخارجي اللي هو يسمح لحركة الدياي في الحوش. طيب هذا بالنسبه على بيت واحد اللي مستغل من 40 سنة. اي نعم. واللي عنده اكثر من بيت، بيتين بالمزارع، بيستوي بيتين او ثلاثة، بيستوي ضعف. بس نحن حاليا على اساس ما نزعل الناس، نبى كل واحد ياخذ بيت مشان يزيد عدد المواطنين المشاركين والمستفيدين. المستفيدين يزيدون. اذا شغل واحد في الرنج الثاني ما يقدر يشغل الدياي تقريبا، فبيكون خسران وقفة البيت الثاني. هذه يمكن نقطة صحيحة كلام الدكتور. انا مرة كلمت الدكتور لان العلامة الثلاثة عندي، فمرة قال الدكتور نقدر نضبطها نسوي عنبر واحد. عنبر واحد بس يكون كبير. هاي بعد احتمالية. نحن الحالات الخاصة نبى ناخذها يعني بشكل خاص، ونقعد ندرسها ونقيم كل حالة ونشوف كيف نقدر نحلها. بس لازم تربيها في يوم واحد حتى. ايه في يوم واحد. نعم. بالنسبة لي أنا الثاني على صندوق خليفة بيتين، بس بين البيت والبيت 20 متر، بين البيتين 20 متر. مو الجديد البيت يعني واحد أول سوى البيت في البيت الأول، البيت الثاني بعد جديد ما جمعوا ولا شيء. نحن بنشوف الحالات الخاصة. طيب. يروح فريق فني مع الدكتور. نحن المرحلة الأولى نوصل نبى إن شاء الله نوصل 256 مزرعة أو 256 بيت. هاي المرحلة الأولى. في سيال إن شاء الله، في أوردي نحن ناس بدوا معانا من سيال العام الماضي، وإن شاء الله راح يوقعون معانا 40 مزارع في سيارة. هذه لك بداية، لأن المشروع أقل رقم لازم يكون في قريب على 30 مشان الدورات تكتمل ويصير في إنتاج السوق. اختصار سيال شو؟ سيال فود، هذا معرض عالمي. ما أعرف والله شو بالضبط كلمة سيال تعني. مرة يصير في فرنسا، مرة يصير في دول أخرى. هذا اللي يستوي أرض المعارض. اللي يستوي في أرض المعارض في أبوظبي. متى بيستوي؟ من 12/12 إلى 14/12. نحن موجودين 3 أيام لجميع المزارعين اللي يعني يعتذرون، نعتذر منهم ما حضروا اليوم، يجونا هناك ونحن حاضرين نجاوب على أسئلتهم ويذوقون الدياي بعد إن شاء الله. ومهم بعد حق اللي بيشتري، في حد يقول لك أنا ما عندي مزرعة بس يهمني إن المنتج هذا يكون متوفر في السوق مشان أشتري. هل أنتم تقدرون تعطون كل إنسان بيجيكم المعرض دياي ولا اللي؟ نعم نحن طال عمرك الإنتاج مال البيت هذا مخصصينا جزء منه حق الناس اللي بيزوروننا بيذوقون، والجزء الأكبر راح يتوزع على الضيوف اللي يجونا بالكراتين. كل واحد يشيل 5 أو 10 ما أدري حجم الكرتون كم كبير الشباب ياخذ معاه ويطبخه في البيت ويربه. جزاكم الله خير. على طريقة اللي يصالونا واللي تكلفة البيت، تكلفة تقليل البيت مع الحوش. نحن طال عمرك تكلفة البيت المرحلة الأولى شاركنا مع بعض الأخوان وكان عندهم شوي تحفظ على السعر. نحن 140,000 أعيد، 140,000 صافي ربح مع التكلفة الأولية اللي نحن حاطينها. كانت ما استمعنا لبعض المزارعين قالوا نحن عندنا تحفظ على التكلفة ويمكن في مجال للتخفيض. صارنا الحين على مدى كذا شهر نشتغل ان نخفض في التكلفه، فاذا صار وان شاء الله انه راح يصير اي تخفيض في التكلفه هذه راح تعكس على الفائده اللي انت راح تحصلها. يعني صار المبلغ راح يكون اكثر عن 140 ان شاء الله. لكن ما نبى نعلن عن الارقام هاي لين ما نخلصها مع الناس الفنيين وبنبلغها ان شاء الله للاخوان. شامل البرينج كامل 30,000 شامل البرينج. نعم هذا المبدئي، لكن شغالين نحن على تخفيض التكاليف هذه علشان الفائدة تكون أكبر لصاحب البيت أو المزارع. متى متوقع بداية المشروع؟ نحن حالياً. السؤال اللي أعطيك على الجواب هو إذا مثلاً بعد 5 أشهر 4 أشهر إحنا كمزارعين ليش ما نبتدي من الحين؟ يعني كل شهرياً نأخذ جزء من الفائض الأول نبني البيت على مراحل. سؤال مهم. نحن طال عمرك الحين راح نبني
الفقاسه او الهاتشري. هذه يعني متوقعين ان شاء الله على نهايه الاسبوع او بدايه الاسبوع الجاي يعطونا الكونتراكترز اللي عرضوا علينا الاسعار، بيعرضون علينا الاسعار الفتره الزمنيه لانتهاء الهاتشري. نحن متوقعين انها تكون يمكن في حدود الخمس شهور، لكن يعني خلونا نتريا المقاولين يعطونا الفتره الزمنيه. خلنا نفترض افتراضيا انها خمس شهور من اليوم، خمس شهور من اليوم هاي الفقاسه بتكون جاهزه. في نفس الفتره هاي نحن بنجهز بيوت المزارعين مشان يوم الفقاسه تكون جاهزه، بيوت المزارعين تكون جاهزه. واتوقع ان فتره الخمس شهور بتكون كافيه ان شاء الله لتجهيز بيت مثل هذا اللي بتشوفه ان شاء الله. البيوت اللي بتكون جاهزه. سيف عامر، بالنسبه للدوار كم دوره في السنه تقريبا دكتور؟ كم دوره في السنه تقريبا؟ كم دوره في السنه تقريبا؟ خمسه. خمس دورات تقريبا. كم مدتها تقريبا؟ يعني التربيه، يعني الدوره، الدوره مدتها تقريبا من كم لكم؟ 70 يوم تقريبا. 70 يوم اللي هي تشمل التنظيف. التنظيف طبعا، التنظيف، التنظيف احنا التنظيف عندنا تقريبا ثلاث اسابيع بين كل دورة ودورة. ثلاثة أسابيع. ثلاثة أسابيع نريح البيت ونفحصه ونكمل تعقيم ونفحصه. أما عمر عمر الدياي بيكون دكتور من 7 إلى 9 أسابيع. هذا العمر مال التربية الدياي. العمر من 7 إلى 8 لهذا العمر. بس إذا نزل، بس هاي شوية خليها أوضح هذا لأن يصير في جذب. فترة التربية تعتمد على سرعة نمو العرق اللي إحنا جايبينه. إذا نتكلم على هذا، بس إذا راح تجيب بالمستقبل شوية أبطع نمو يمكن يصير 7 أو 9، لكن الحالي هذا بس هذا كل ما طالت فترة التربية. المزارع أرجو أن يخلي في باله شغلة، أنه إذا ابتداء فترة التربية بسبب العرق نفسه لا يعني أنه على حساب له. هاي بس أبدأ أوصل. يعني انت يجيك الصافي المكور المفروض اذا يعني هذا من الله 140 هو هذا الحساب. يعني بكره مثلا اكو عروق قطيعه النمو ولكن تكون لذيذه اكثر اذا جبناها غير حساب السعر. كم تقريبا عدد البيوت في كل عنبر او في العنبر؟ المتر المرقع الواحد. سؤال جيد. 12. وبالتربيه التقليديه يمكن يصير 22. هاي الفرق دكتور، انك انت في المتر المربع الواحد تعطي بالتربيه في الفري رينج. الكتله الحيويه الوزن الكلي على المتر المربع الواحد بالتقليدي ممكن تصل 34 بالتربيه المضبوطه، 32 وفوق 32. هذا لا يتجاوز ال 25 لازم ككتله حيويه المحسوبه على اساس مساحه البيت فقط مو مساحه الحوش. يعني في له فرصه لممارسه يعني اغلب العناصر اللي انا شفتها عندنا حاليا 760 متر مربع، 720 متر مربع تقريبا. 7 على 12 على 11000 تقريبا بالتقليد. اي انتم تقريبا اقل بكم، اقل بكم 8000 احسب لك على 12 وامورك طيب. بس انا اتمنى على المزارعين شيء يعطون موجودين السائل هذا اللي يشوفوه ترى مهم جدا جدا. شلون راح تعمل منظومه توزيع علف؟ اول شيء النقل اسهل والعلف يكون المفروض ارخص، هذه وحده. لكن احنا يهمنا تامين الشروط الصحيه الصحيحه، فهذا احسن. ما تتكلم عشان شيء دكتور، نحن قلنا ان البنيان واشراف البنيان نبى نحن نكون داخلين فيه عشان نضمن ان المواصفات مطابقه للشغل اللي نحن نشتغله. كل الشباب عاد الله يحفظكم ظهره وحين من داخل من خيمه الاجتماع و المزرعه سايرين ان شاء الله جدا العنابه. محمد هاي نقطة مهمة قالها أخوي حمد، قال المزرعة الفري رينج نعم ما تطلع ريحة مثل المزارع الدواجن الثانية. إيه وهذيك المزارع الناس ما تحب حتى تزورها. إيه وحتى مخاري من تخاف على الشارع العام تروح ريحة الوهف. هني لا، لو بتبني استراحة، لو بتسوي هذا بعدها صاحب المزرعة بيقدر يزورها يعني. استغل استغلال أمثل بيزرع وكذي، بعكس هذيك ما شري حتى وهف يعني. ما تسوي إلا زين. يلا الله يحفظك.
انا نعولي ابوي ما بحينات علي غبطه في الماء انا اصير حافي ولا اغبط نعولي. هذا ابو محمد بعده ترى عمره صغير. كم عمرهن هذه الحين؟ الدكتور بيعطينا اظن 36 يوم بياكد لنا. وهذيلاك اللي في الطرف هناك الاكبر اللي تقريبا مكتملات جاهزات للذبح اللي هناك في الطرف هناك. فبيخبرنا الدكتور الحين الصوت ما بيكون واضح عاد خلاص بخليه عدالك زين تيمل بخليه يوقف عدالك زين يعني الجو الداخلي احسن من الجو برا. شوف سبحان الله ما في ريح. اي والله ما شيء ريح وبراد. هذا دكتور هذا كم عمره اللي في الطرف؟ 35 وذاك حوالي 45 يعني 35 يوم. هذا تم 35 هذا تم 35 هذا يوصل الحين كيلو؟ لا هذا فوق هذا اساسا اكثر تقريبا وصل كيلو ونص هذا اللي هناك. اي بس 46 46 يوم. اي نعم فوق الكيلو يستوي فوق الكيلو. وهذا الحين معناه دكتور الفري رينج شو معناته؟ يعني الحوش الطبيعي هذا كله هذا معناته فري رينج. شوف الركض شوف يعني حركته هذا ما له ما 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 يتم بالداخل الفري. التقليدي اللي متعارف عليه في المزارع شوف الحركه شوف الحركه وتتهاوش زين. هذه يعني فيميل مو الذكر يكون اكثر. كم اسبوعك؟ هذه 35 ما شاء الله سمين دكتور. زين انت ذكرت ان هذه كلها اناث؟ لا اناث وذكور. الغامق ذكر ما في عندهم الفايتنج هذا لا الكلينج لا هذا ما لا ولا التسميم هذا احتراف بيتين؟ لا هذا نحن بس لان بدينا في اعمار مختلفه. هاي 36 يوم تبعد 45 طير. وهو يختار سبحان الله ترى الطير روحه يقايس على عمره. يوم يحس يبي يطلع طلع صح. ويوم يبي يدخل دخل نعم. لك التغذية بس خاري برية. التغذية خاري وداخل. أيوة وجوده خاري وداخل. فالفرق الحين بين المزارع التقليدية والمزرعة هذه شو الحركة؟ هاي أول شيء المساحة هاي الفتحة هاي العودة هذه مش موجودة في المزارع التقليدية. ثانيا داخل البيت نعم. عندك التقليدي يوصل الى 18 من 18 الى 22 دياية في المتر المربع. نحن فقط عندنا دكتور كم المتر المربع؟ 8 داخل 12 نحن عندنا 12 فدياية عنده حتى داخل البيت عنده مساحة. أيوة. ويختار متى يبي يدخل داخل ومتى يبي يطلع برا على حسب الجو على ياخذ حركته الطبيعية. هذه فكرة الفريري. ما شيء ريحة حتى ريحة احنا جالسين وياك الحين شو تروح ريحة؟ ابدا والله وشوف حركة الطير. ايش رايك انت؟ القيه؟ اي والله يا فرشة قاعد هنا اي والله مكان فنان ويتقهوى ويطالع انا تعاليكم ما شيء غدا؟ ما شيء غدا هني غدا لا هي الأكبر هذا حين وقت الذبح. نغش لنا واحدة من هالكبار بتروما. ما شاء الله وزنة سيب الله عليه ما شاء الله وزن والله. اي والله حول كيلو ونص هذه كيلو من الاربع شوف اندوته ما شاء الله. كم وزنها تقريبا عبد الله؟ ها عندك شو القشره وحده باكل وحده والله. شوف انت الوارق السمانه صحيح شوف صدرها هذه يوصل وزنها كيلو في التربية التقليدية. نعم التربية التقليدية وين تقصد؟ في المزارع في البيوت المسكرات هي هذه في البيوت المسكرات. نعم الدياي يرقدون ساعة واحدة. لا إله إلا الله هني لا من المغرب خلاص رقدة يعني شرات الدياي ليه ربع اللي في البيوت ليه في البيوت وليه في المزارع التقليدية ساعة واحدة وحد يرقدها نص ساعة. لا إله إلا الله يبون هي سرطان 24 ساعة أكل
ايوه نعم. ولا هني هذا النوع هذا الفري رينج ارقاده الطبيعي من يد المغرب لين يد الفيض سبحانك يا رب. الحركة إشاعة الشمس كمل المهم الضوء الطبيعي الضوء الطبيعي هل تعتبر في بلاستيكات هذا طبيعي هذا شوف الشيء تبع البيان بيّن هذا طبيعي فكرة جميلة ووايد ممتازة لكن يبالها حد يكون هاوي. أهم شيء يكون الشخص هاوي للتربية ويبغي ينتج في مزرعته شيء حلال في يدير حلال روحه وروحه يتلذذ هو يران ومن بيطعم كان بيبيع يبر العرب اللي يبغي يبايعهم ما بتبايعهم الشيء المتجمع الشيء اللي ما يتشاهد لا بتبيع وبتعطي مثل ما تعطي عمرك مثل ما تعطي عمرك وهل بيتك تعطي اللي بتعطيه تعطي من الانتاج الطيب الانتاج الزين الشيء الفنان هذا شيء فوق عن الزين زين يعني الله يطرح البركة لكل إنسان بيجتهد وبيطعم عياله ومن يحب ومن يود الشيء الطيب. محمد الفقاسات وين مكانها؟ الفقاسات إن شاء الله يا لكن بعدها ما إن شاء الله في غضون 5 أشهر بيكونون جاهزة يعني الحين تسوون اتفاقيات حاليا إيه. بنبني حق المزارعين نعم الفقاسات في نفس الوقت يا ساتين بنا نعم من يخلصن بيكونون بيوت المزارعين جاهزة نعم إن شاء الله هذا كله يبقى وقت وايد من وقت ما ييكم المزارع ويتفق وياكم ومضيت العقد كم وقت هذا كله يباله يعني نحن نتوقع في شهر 6-7 من السنة الجاية يكون المزارع يستلم السلسلة يوم الأربعاء. ومحمد الحين خليه ثرمس ما عرفت العرب بنت منو أنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر الفلاسي والله بالنعم الله يحافظك الله يحافظك يا أبو محمد سامحني ما عرفت العرب بك جزاك الله خير. محمد منو الأعضاء المؤسسين في الشركة؟ شركة جنان نعم طال عمرك هم 3 نعم محمد بن راشد العتيبة نعم أحمد بن عبد الله البلاسي نعم ومطر العمري نعم وهي مساهمة ولا شو؟ لا لا شركة خاصة يملكونها 3 أشخاص هذين والفنيين والإداريين والموظفين هذين كلهم يشتغلون في الشركة موجودين في ابو ظبي لو خارج ابو ظبي كله في ابو ظبي ولا مراكز الاعلاف اللي خارج الدوله هذه لا مراكز الاعلاف اللي في الدوله هذه تديرهم ادفكا انزين ادفكا انا ما اعرف ادفكا شو ادفكا ادفكا جهاز الرقابه الغذائيه امارات ابو ظبي ايوه واللي خارج الدوله انتم تقومون بزيارات لهم لا المزارع المزارعنا هي طبعا هذا اللي اخذ نطريها نشوفها اللي في السودان اللي في السودان واللي في اسبانيا واللي في امريكا محمد في سر في سر خلى لك عيونك شو سر نجستها العقال وخلى لك ما عنده غالي يا ربي بيجتلني الفضول تدري مخزنك في تليفوني بعقال منشوس والله العظيم غير الاسم غير زين انت منو بالله عليك عبد الله الشامسي زين ليش تصورني انت زي مهمه شو ياك علي؟ ها؟ قلت لي ما شاورتني؟ يعني ايش اسمه شو اقول لك يا ريال؟ احرجتك صح؟ احرجتني والله. سيف؟ هذا سيف ها. شبله؟ سيف؟ يبي يصور مستحي؟ مستحي تعال ابو عبد الله يبي يصور تعال ياي ابو عبد الله تعال ياي تبغى تصور اشوفك هناك تعال ياي تعال عليك رفجلتي عليك رفجل السلام عليكم كيف حالك؟ كيف انت؟ مرحبا مرحبا ابو هناد كيف حالك؟ عمرك كم ساعة اشوفك؟ ابو هناد من هل وين ابوي؟ والله والنعم وين في العين؟ ما شاء الله ما شاء الله هذا الحين هذا ما عمرك كم ساعة؟ نفسي انت بس تعرف على الشباب الزينة الناس الطيبة اللي فيها الله انتم ناس والله والنعم بكم الله يطرح البركة ان شاء الله فيكم في ذريتكم شو رايك في المشروع؟ شو تشوفه؟ الله يكرم عليهم شو تفكيرك؟ لك رادة؟ والله ان شاء الله نشوف الشروط ان شاء الله
شوف اي شيء فيه الف ذا عرف انه طيب، واي شيء يظهر منها الدال عرف انه طيب. مره ما يجيد في العقب لان ما يحج ظهيري غير ظهيري، هي ما بظهيري لكن نمشيها. الله يحفظك. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. الله بالنور. كنت أبوي؟ فوق راشد المسكين. والله بالنعم. بالنعم. الله يحفظك. وسنيد أنت وين بزرعك؟ هل أنت من هواة تربية الدواجن؟ أنا في بكرية نعم. عندك؟ تسوي نعم. بيوت. مسوي بيوت نعم. شو تشوف حاليا أنت؟ هل أنت يتراوالي البيوت اللي أنت تسوونهم بغضت من شفت البيت هذا؟ صحيح بس يتعدلن. اللي عندك؟ أي نعم. يعني بيت جديد. لكن هل أنت ترمي إلى أنه ترتقي الى هالمستوى؟ ان شاء الله انا بربي هالدياب ذا اخير. نعم. ما انت فين فوق عندك اكيد صحيح فيات فيه فيه يوصل نعم رقم كبير 5% 6% هني ابدا هني حتى 1% ما يوصل تبارك الرحمن. لا لا ان شاء الله احنا على نيه نغير النظام ان شاء الله على البريفرينس هذا ان شاء الله جاد افضل من ذاك ان شاء الله مستحيل تعامل مع المهرجانات ان شاء الله. الطعم هني يختلف صحيح. والحجم والنوع صحيح. والفصيل ما بلا كثير يرجع للدجاج الاصلي هنا على الدجاج العربي. ايوه الحين يا ابوك روحي عن نفسي نادر ما اكل دجاج من النوادر يمكن في السنح سنه اكل دجاج. شو السبب؟ لاني اجز شيء هرمون وابار مضادات حيويه مجهول ومعروف حتى زمان. فالحين اشوف بدك تاكل دجاج العربي. نعم دجاج العربي انا لو بيحطون لي 15 رمت في جيل يا رب ارحم قمص برج بيكون ابدا هباء منثورا. نعم والله لا لا ما شاء الله ان شاء الله وان شاء الله العرب كلها بتستفيد من هالمنتج هذا موجود على فكره في السوق لكن سعره غالي 120 120 درهم الدجاج. انا ابوه لو بيطول عمري. لا لا ان شاء الله يستورد من الخارج الحين من داخل الدولة ومرابي قدام عينك وانت مطعم منه بتاكله انت بتطعم هلك وهالبيتك وبتبيع منه. انا باذن الله ان شاء الله استعداد نتعاون معهم ان شاء الله نربي هالدجاج. الله ييسر امورك اخي محمد السبوس مساك الله بالخير. شو الفرق التربية التقليدية اللي هي في المزارع العادية اللي تسوين هانجرات وبيوت مثل هذه والتسويق واللي موجود حاليا؟ التسويق هو اللي يعانون منه المشاكل التربية التقليدية وعندهم البيع. نعم تسويق عن طريق التجار التاجر ياخذ الكمية كاملة اللي عنده ولكن التاجر دائما يضرب يدور الرخص يضرب السعر ايوه يطلع صغار المربين خسران. نعم وما يغطي تكلفة التربية. اي نعم الفترة الحالية 90-80% منهم سكروا دائما. لا إله إلا الله. نحاول ندعم الشباب والمواطنين والإنتاج المحلي بما أن المعلومة أن الإنتاج المحلي الإنتاج المحلي ما يغطي غير 30-40%. نعم. 60-70% مستورد نعم والمزارع موجودة 90% من المزارع كلهم هيورات مهجورات وحيو الذين وصلنا المزارع هذه. نعم. ألف مزرعة ومزرعة كلهم هيورات ماشي إلا شبوت وحليانة واللي قدر مشروع دواجن حد ما عنده خلفية كاملة على التربية واللي عنده خلفية مضربه في السوق التسويق سبه طمع التجار. ايوه نتكلم انا كصغار ومربين وحين واللي بيسوي من هالنوع واللي مثلا بيطوف بالمطاف وبيقتنع في موضوع شركة جنان شركة اللي جنان تشوفها. هي بتفرد لك وهي بتتابع الحالة الصحية والأمور كاملة وبتشتري المنتج من عندك بسعر ثابت بسعر ثابت فايدة ثابتة من حول لحول فايدة ثابتة ما يتغير معاك شيء لمدة 5 سنوات لمدة 5 سنوات واعتقد اللي بيبدأ انه بيكمل ال10 سنين الجاية اللي بعدها. سبحان الله شكرا اخوي مشكور ما قصرت يا سبوسي على الله يحفظك ويبارك فيك ويبارك تسلم. انت ناوي ولا؟ ان شاء الله ان شاء الله الله ييسر امورك. ابو عامر يعني ابدا ما علي سامحني دخلت عليك عرض سامحوني يا شباب. هل تتوقع صندوق الشيخ خليفه بعيد عن هذا ياسين نكلمهم هذا ما اثنين من صندوق خليفه وين منهم؟ هذا وهذا ما شاء الله ما شاء الله
ابوي هذا انت، انت من صندوق خليفه. نعم. وانت الحبيب من صندوق خليفه. بارك الله فيك، حياك الله. شو قالوا؟ قالوا هم يعني امانه اذا بيسمح لي اتكلم بالنيابه عنهم، الجماعه مهتمين بعدين يدرسون الموضوع وان شاء الله يعني قريبا يوصلون لاتفاقيه نهائيه يمولون فيها المزارع. عيب ترتفع حتى اسعار المزارع. اي والله. ان شاء الله الجماعه يعني ماخذين الموضوع ان شاء الله باهميه، وصار لهم اكثر من سنه يشتغلون معانا في الفري رينج. هذا دكتور اللي نحن فيه، المكان مال تربيه الدواجن، هذا كم مساحته بالنسبه من المزرعه؟ 50 في 24 متر، 50 طول، 24 عرض. ايوه. هذا يستوعب كم كامل دي اي؟ يستوعب العدد 5000 طول. الحين 5000 طائر، كان هو يستوعب اصلا 7500. 7500 طير في الدوره الوحده. الدوره الوحده اللي هي من 50 ل 70 يوم. 70 يوم وبعدين ثلاث اسابيع حسب الوزن اللي انت عايزه. ايوه. يعني النهارده انت بتتكلم النهارده بوزن كيلو 600 جرام. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. اكل هناك النهارده 46 يوم، البضعه نقولها دي وزنها توصل كيلو 600 جرام. ما شاء الله ما شاء الله. ده اقل حاجه يعني، في افراد 2 كيلو جوه. في 2 كيلو. ها في افراد 2 كيلو ممكن يبلغ دلوقتي. حبوا بياهن. استاذ محمد الفلاسي ابو عامر. نعم. شو الفرق بين اللي نحن فيه هذا والشيء التقليدي اللي موجود في المزارع العاديه؟ المزرعة التقليديه او البيت التقليدي تحصل الدياي محكرات ومحمد داخل البيت ومشغلين عليه الليتات ليل بنهار ليل بنهار، ويبونه ياكلن يمكن يحصلن ساعه ولا ساعتين بس يسكرون عليه الليتات. اما هني العكس، بتشوف دبل المساحه اللي داخل محصلاتنها في هذا الحوش. شوف هذا الحوش كله يتمشن فيه ويطلعن فيه اول النهار واخر النهار. يطلعن يتمشن يمارس الطير الحياه الطبيعيه ويعرض الى اشعه الضوء الطبيعيه، مو باللي عايش على الليتات. والليتات اللي داخل نحن بعد ما يدخلن الدياي يسكرونها يرقدن، فيعيش الطير حياه طبيعيه، يتحرك ويمشي ويناقص. هذه كلها يعني التربيه الصحيه الطبيعيه اللي تعطيه الكواليتي، الجوده، المنتج الصحي. هذه الطبيعه. يعني اليوم في عالميا يتكلمون عن حقوق الحيوان، ان كيف يشغلون عليه ليتات وكيف ما يخلونه يعيش حياته الطبيعيه. هذه الحياه الطبيعيه اللي لازم يعيشها الطير اللي كنا نحن متعودين عليها ناكل الدياي العربي. هذه الحياه. سبحانك يا رب. شكرا. العفو. بارك الله فيك. شكرا. ومحمد، ونقطة ثانية يعني مهمة جدا، ان هذا الدياي لا ياخذ هرمون ولا ياخذ انتي بايوتيك ولا ياخذ ادوية، يعيش حياة طبيعية من غير هاي الادوية كلها. هاي الاشياء اللي في الكوميرشل يربون يعطون ادوية ويضطرون يعطون انتي بايوتيك وتكون من مترسبات مثل ما شرح لنا الدكتور. نعم. موجودة في الطير، هذه مش موجودة. حتى بعد الطبخ تم موجودة ترسبات؟ هي تظل الترسبات متأثر، ما يقول لك الدكتور في ناس تتأثر بالحساسية والانتي بايوتيك. هذه لان الحيوان يعطى انتي بايوتيك يظل موجود فيه. هذا الطير هاي نوع من التربية ما في انتي بايوتيك، ما في ادوية ولا في هرمونات. ولا اللقاح شنتار؟ اللقاح هذا نعم موجود، لان هذا مطلوب علينا من الاجهزه المعنيه، من الجهاز ابوظبي للرقابه الغذائيه. شنتار المتعارف عليه، هذا المتعارف عليه مثل اللي تاخذ انت الشنتار. هي هي هي. نعم هذا موجود. نعم الحمد لله. شكرا جزيلا. العفو. شيخ دوله ما شيء، يلا تنغديت ريالا. جزاكم الله خير. شو الفائده الصحيه دكتور للصو مع هاي العوده؟ خزن العلف، استخدام العلف، مداوله العلف بالسايلو. نعم. لها ميزات. اولا تحفظ العلف وتبعد عن القوارض. نعم. الجرذان والفيران وغيرها، وهذه عاده ما تكون سبب في واسطه لنقل الامراض للدواجن. ثانيا يعني لا يتعرض العلف الى ظروف يعني خزن غير رطوبه عاليه او حراره طبعا هي نفس الشيء، فهذا هو يتم خزن العلف بهذه الطريقه افضل. المداوله سهله، سواء المداوله لداخل الحظيره او عندما يعني تدخل العلف من مصنع العلف. تفضلوا على الغداء يا اخواني، تفضلوا اللي بيتغسل. فهذه حقيقه ننصح المزارعين انه يستخدموا هذا النظام، يوفر الستور ويوفر. مشكور يا دكتور. اقول لك سبوسي هذا منو؟
هذا منتج طيور في اسبانيا من اكثر المزارع حاليا. شو هاي بالنسبه؟ صديق ربيعك انت؟ نعم ما شاء الله. وينا هني وانا بعد من هاوس ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. تدري انا ما خليت حد ما خبرت انكم مسوين دياي ذابحين بتذبحون دياي ما ادري شو دياي في المعرض ابو محمد متى؟ 12/12 لين 14/12 في المعرض. المعرض هذا بيكون خاص لكم انتم؟ ها لا لا المعرض هذا حين نحن ما سمعنا شو المعرض هذا انت اللي ترمسون عنه تطرون انتم بتكونون بتشاركون فيه؟ معرض سيال للاغذيه. متى بيكون موجود؟ 12/12 الى 14/12. هذا تابع لمنو؟ هذا منظمه يعني برعايه جهاز ابو ظبي للرقابه الغذائيه ونحن رعاه بعد دايموند سبونسر موجودين وعندنا جناح كبير. وايدات الشركات اللي بتشارك ولا الا انتم؟ لا في شركات كثيره بتشارك هناك. والله نعم نعم. ليكون اللي استوى العام. اللي استوى العام. ايوه. سنين حضر فيه الشيخ محمد بن زايد. الله يطول بعمرك. ملك المغرب. تبارك الرحمن. يعني الله يحفظهم ان شاء الله. امين يا رب امين. وان شاء الله ان السنه اذا حصلوا فاقه بي. وين تبى ابو محمد؟ انا بابوي هناك في مسجد المشواي. كيف حالك؟ من وين انت؟ دكتور شو المعلومه اللي تو قلت لي عنها؟ معلومات الدواجن مقاومه للامراض والحراره. اي لكن هاي انزين شلون يعني نقدر نقول عليها زي الجمل. يعني الحين يوم بتذبح دياي من هاي كانك كانك عاجر حوار. هي والله بالنسبه لدباج الدياي لعالم الدياي ديايه الفري رينج عن حوار من اي نعم صدق والله نعم في عالم الدياي عباره حوار. اي نعم سبحانك يا رب. اي سبحان الله. رحين الجماعة كلن يعرفك وكلن شافك. اول عقلك شم لو سمحت. ايه. عقل النظارة. عقل النظارة. زين. ايوه. الحين العرب يبون يعرفونك انت منو. انا الدكتور عبد الاله حميد محمد التكريتي. والنعم. والنعم. من اصول عراقية او ما. اصل عراقي من مدينة تكريت. والنعم. وظيفك. وظيفتي. سابقا وحاليا. وحالي سابقا تدرجت في الوظيفة إلى أن أصبحت وزير زراعة. ما شاء الله ما شاء الله. وحالي أول وزير زراعة في الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيسها إلى اليوم. ما شاء الله عليك. نعم. وحاليا أنت في جنان. حاليا المستشار الفني الأول في شركة جنان للاستثمار في أبوظبي. كفو 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 كفو. يا جماعة كلهم يتشرفون فيك. حياك. كلمة للدكتور. نتشرف فيه الدكتور. يلا. وإضافة كبيرة لشركة الله جنان. يحفظكم ما عليكم زور. الله يسعدك. الله يغني وكثر خير العافية. مشكورين فعلا شر والبلاء ما قصرتوا. كل بياض وجه وكل زين وكل فنان وكل غاوي يعني الله يحفظكم. عبيد يوم 10 يوم 10 مشكورين. 10 زين تعال ياي حينا حينا بنكراز. زين. وانت بيت المراه هالرجال في النصيفه بس ما طلع هالرجال يخبرني منو هذا كريستيان ربيعنا من اسبانيا هي. وبريدر ينتج طيور في برشلونه طيور شواهين وحرائق وبيورات هذا الرجال هذا الرجال كبير طيور انت زاد شوف عين الطير عين طير مطلع عينه عينه عين طير مطلع طقار من الاولى اي ما شاء الله وهذا حلو ليش جاي الامارات؟ يا زياره يسلم علينا ربيع من زمان من زمان تعرفون ايه ايه وجاي يسلم وهذا مروح ما شاء الله ما شاء الله واحد عندكم في العين say something in Spanish to the viewers buenos dias عامر محمد الرجال اللي اتصل لك قبل كم من يوم البارحه نعم البارحه شو يبه؟ قال لي محمد ابى انتج مليون طير عندكم في الفري رينج انزين قلت له يعني نحن يشرفنا اول شيء اتصالك وانك تبى تشارك ويانا نعم. لكن نحن هدفنا العدد الاكبر من المواطنين نعم. نحن لو نبغي كنا سوينا في مزارع خاصه ولا اخذنا ارض عوده وسوينا المشروع كامل زي. لكن نحن نبى كل مزارع مواطن يكون عنده بيت مشان ناخذ العدد الاكبر من المواطنين هذا هدفنا كل مواطن يستفيد وكل مواطن يستفيد ويشغل نعم. نفسه نعم يشغل نفسه في الشيء اللي فيه فايده حقه صحيح. وحق هالبيته نعم. ويدخل رزق صحيح وهو اللي شوف ابو محمد المزارع نفسه هو اول كاستمر للمنتج هذا سبحان لأنه الله لانه هو بيربيه وهو اللي بيرد بيشتريه شوف انت هو اللي بيرد بيستفيد منه اكيد نعم. اكيد يا ابو كلنا نسيت العقال كم تسوى
الله العظيم. الله يحفظك. رقم كبير من المزارع، شوفوهن، رقم كبير من المزارع كلهم مهيورات ما فيهم. ها شوف شوف، رقم كبير من المزارع كلهن ابوي مهيورات ما فيهن ابوي غير الكلاب اللي تعوي. ها رمت وما ادري شو، يدرات متهشمه، اشبوك حليانه وطايحه. ها وجليل اللي مهتم في مزرعته، هذا اللي هنمون عند مزرعه ما شاء الله، مفروض انه يستغل الوضع وايد زين. والله ها مزرعه كم كبرها، تغني يا ليل ومهمشه، هاي تحطها وتفتح فيها بيت العامل، وبتكون روحها تكد على عمر هالمزرعه، روح ابوي بتسد مصاريف عليك. انت شو شو هذا؟ هذا سامان جيب حامد القبيسي سكن داخل مشرق. وين؟ موجود ابو، وين جيت موجود؟ لا سؤال هم كلها، انت وين فوق؟ هم يحزنون ما جيتني ما تخبرت عني. وين؟ وين؟ انا موجود. انت فوق تقول ابو، رقدت شوي وش 10 دقائق سحب. انزين لك انت بعرف ما سألت عني سحب. خلي الصحة ما شي مشكلة، الصحة عند الله. ليش ما دقيت لي تليفون؟ انا قليب ابو ما ادو. انزين بس ما قال بس يعني وهي القصة كلها؟ ايه. وهكذا دور ما تصب له غيرها؟ ده أول بابا مال الصبح هذه؟ ايه. ليش ما بدلت غيرها؟ باشر بابا باشر. لا حبيبي كل يوم لازم وديتين تبدل. لا خلو 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 ازقر ازقل بسكارة ازقرها 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 الحين بندبها لك. بلي بلي يلا اسمك انت؟ بري بري. ها؟ مشو بري؟ ها؟ بري ايه. بري ليش ما بدلتك دورة صلاح من الصبح؟ ليش ما بدلتك دورة صلاح؟ ها؟ وشو أبيض ولا؟ No, another one. Why you didn't change for his كندورة؟ ها؟ ما أعرف كذا. شو؟ ما أعرف كذا. Why you didn't change for him? He have to change two days, twice a day. Why you didn't change for him? ها؟ I'm waiting for your answer. Why you he have only one kandora? He have more. Okay, why you don't change for him? Huh? I'm waiting for your answer. Priya, your name? Mm. Okay, Priya said sorry for you. شو رايك؟ ما عليه؟ تسامحها؟ آخر مرة؟ From tomorrow, daily. Summer or winter or طهف. Every day twice a time. In the day, in the morning time, one, and afternoon, one. Very important. Also shower, everything. Thank you. You will say sorry for Salah? Sorry, Salah. Salah. Okay, Salah? ما بتزعل؟ لا لا. تحبها أنت؟ ما يخاف هذا. ما أنت تخاف منها ولا هي تخاف منك؟ أنت تخاف منها ولا هي تخاف منك؟ ما أعرف أي. اي هاي انت يلا ثانك يو بريا ثانك يو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بخير. ابويا توني واصل الجيم وبتمرن وبشد حيلي، وان شاء الله اني اليوم اللي صرفته على الغداء كله بيتبخر ان شاء الله. بالرغم ان عندي احساس اني لو اجري من ابو ظبي لين دبي ما بيخط نص الكالوريز اللي كلته. ما كلت حلاوه، كل شحوم والحوم غير كميه كبيره، والله يسامحني ان شاء الله. حتى زعلان من عمري يعني لدرجة اني ما بناوي اصور عمري. يلا نرم سفرة. Today, today is yes. There's snack. Don't tell me I didn't tell you.